في الوقت الذي يفضل فيه الكثيرون من المصطفين الجلوس على الشاطئ والاستمتاع بمناظره الطبيعية أو السباحة، يفضل آخرون التمتع بالبحر برحلة عبر هذه القوارب الصغيرة المعروفة بالبيدالو، وهي مهنة اتخذ منها العديد من الشباب مصدر رزق لهم. نخدموا لي بيدالو هنا يا خو في ألجي بلاج لا بيروز دوزيام بلاج، نكلوا تشوف لي جون هكذايا كيكون عباد ما يعرفوش يعوموا، بعثوا معاهم حمايه نتهلاو فيهم في البريك واحد زوالين ساعدوك وانا خدامين. انا ما ديباسيوش، كاين لا مارين حنايا شو ديباسيو لي بوان لي ليميت نجيبوهم، عندنا لي كاياك عندنا كيفاش نجيبوهم تما سيكيليزي 100%. عمي رضوان رفقة ابنه محمد وفي كل زيارة يقومان بها لشاطئ البحر لابد لهما من رحلة عبر هذه القوارب للترويح عن النفس والاستمتاع بنسمات البحر. بون بيدالو دار بالك نقصروا به الدراري يخرجوا بون اون باس لا جورني ما شاء الله تري تري بيان معاهم هنايا اي سون ما كاش اكويون ما كاش ما خصنا والو لي ندوموندي واه يا با سوسي فوالا الدراري سورتو انا تاني كا جو بوج معاهم شويه مي لي بيدالو شاك فوا نجو ناخذوهم جمرات في لا جورني دو فوا بار جور كوا سا سباس تري بيان معاهم. نروح بالبيدالو هكذا نقدر نروح وين ما نقدرش نلعب بلا ناج وكاين كاين دي فوا لي زوناج شابين و ممكن تقدر تشوف الحوت وكاع ونقدر نديروا لو سبور باش فيك بيدالي وكاع. رحلة بهذه القوارب تجمع بين الترفيه والرياضة يفضلها الكثيرون للابتعاد عن الإقبال الكبير للمصطافين.